وبشأن مدينة الموصل وما يحيطها من تطورات، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. سيد نايل، مرحبا بكم. تصريح لأثيل النجيفي يقول بأن محاولات تشييع الموصل بدأت منذ عام 2010، إلى أي مدى ترى صحة هذا التصريح؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن هذه الحملات نعم بدات من وقت مبكر، لكن الموصل الان هي تعيش حقيقه في ظرف كبير من الاستهداف، وهو استثنائي في عمليه استهدافها. ورايتم وراى العالم جميعا كيف يتم الاستيلاء على املاك تابعه للوقف السني من الوقف الشيعي بسطوه الميليشيات الموجوده، وهذا التحرك حقيقة يهدد كيان العراق ويهدد إعادة تدوير الطائفية من جديد. وبالتالي أهالي الموصل وحقيقة جميعنا نحمل مرجعية النجف بطريقة واضحة مسؤولية ما تدار بها الأمور من خلال عملية الاستحواذ على الأملاك الوقفية السنية، لأن هذه القضية قضية دينية، والمفروض أنه يتم حقيقة تحريم عملية اغتصاب الأملاك، وبالتالي هذا لا يؤدي فقط إلى اغتصاب الأملاك، إنما يؤدي إلى عملية إعادة تدوير الطائفية من جديد وإعادة إلى إنهاء السلم الاجتماعي والتعايش. وهذه حقيقة قضية خطيرة، وإلا فإن السكوت يفسر بأن هناك تواطؤ واضح تماما في هذه القضية. ونقول لهؤلاء الذين يستهدفون الموصل ويحاولون تغييرها ديموغرافيا ومذهبيا، لأن اليوم تملكون القوة فإن القوة لن تدوم لكم، ولأن الموصل ربما والمحافظات المنكوبة اليوم تعيش حالة من الضعف، هذا الضعف سيزال وسيزول في الأوقات القادمة والسنوات القادمة، وستصابون بالضعف، وبالتالي حقيقة لن يضيع حق وراءه مطالب. لذلك ينبغي أن تكون هناك العقلانية الموجودة في عملية عدم الاستهداف وعدم حقيقة الكبرياء الذي يعيشه او تعيشه بعض الميليشيات لهذه القضيه، وان لا تنغروا بحقيقه التوجيهات الايرانيه لانها لن تدوم وسيزال وسيزول الظلم بعون الله. طيب سيد نايل، هل لعبت الميليشيات دورا في هذا الخصوص التي بدا واضحا فيها التغير او التغيير الديموغرافي بعد ان هدمت مدينه الموصل؟ من المعلوم أن كل قضية يراد تحقيقها على أرض الواقع تساند بالقوة، كانت القوة عادلة أو ظالمة. معلوم تماما لولا وجود الميليشيات داخل مدينة الموصل وتواطؤ بعض المحطوبين على الموصل مع هذه الميليشيات، والذي برروا سابقا دخولها بحجة التحرير من داعش، وقد حذرنا أن القضية لم تكون تحريرا ستكون احتلالا وتداعيات كبيرة له. اليوم حقيقة اكتشفت هذه الميليشيات عن انيابها وعن مشروعها الخبيث مع ايران، وبالتالي لولا سطوه الميليشيات في عمليه ارضاخ والبيع لممتلكات الموصل لما حدث. ومن هنا نقول لمنصور المرعيدي محافظ الموصل الذي هو متواطئ ويتواطأ ويخطط في عمليه التغيير الديموغرافي، بدل ما ان يجبر اهالي اهل الموصل في الساحل الايمن من بيع منازلهم بحجه انها مدمره، كان المفروض أن يقول أين التعويضات ويبدأ بمباشرة في عملية رفع معاملات التعويض لتعويض المواطنين حتى يتسنى لهم بناء منازلهم. حقيقة هذا التواطؤ من محافظ الموصل منصور المرعيدي حقيقة لن يدوم. لذلك ما يجري هي عملية مستوجة ضد أهالي الموصل في تنفيذ التغيير الديمغرافي بدءا من محافظها إلى وجود الميليشيات، وبالتالي القضية تسير بخطوط متوازية من أجل الوصول إلى مرحلة تغيير سكان الموصل وشراء أراضيهم وبالتالي الاستحواذ على منازلهم. ومن هنا ندعو أهل الموصل الكرام إلى تحمل كل الأعباء والظروف القاسية، وأن لا يسمحوا لأنفسهم، لأن التاريخ لن يرحم، أن يبيعوا ممتلكاتهم وفق الضغوط التي تمارس عليهم سواء من محافظها الحالي أو من الميليشيات، وأن قادم الأيام ستتغير الأمور، وأن الأيام دول، وبالتالي ستتغير هذه ملامح ما يجري الآن من الضغط الكبير، لأنه هناك تداعيات كبيرة ستحدث. طيب. وبالتالي ينبغي حقيقة أن نتجاوز الأزمة وأن نصبر.
السيد نايل، عرجتم في معرض حديثكم عن تعويض لأهالي مدينة الموصل القديمة، أيضا هناك دعوات لوضع خطط لإعادة إعمار المدينة، لكن هل ترى أن الحكومة يمكن أن تستجيب لهذه الدعوات؟ أولا القضية قضية قانونية، وبالتالي ملزمة الحكومة في عملية دفع التعويضات، لكن إلى هذه اللحظة لم تنظم الأمور بطريقة واضحة. من السياسيين من يتبنى عملية إيصال معاملات التعويض، وإن لم تعطي الحكومة هناك حقيقة ضغط آخر قضائي، وبالتالي هناك ضغط دولي. الحكومة لا يمكن لها أن تتجاهل بهكذا قضية، وإلا فإن الحكومة لا تدعم تعويض أهالي الموصل، لأنهم تريد بهذا المشروع الكبير الذي هو مخطط له مسبقا أن تصل لمرحلة الضغط على الأهالي لبيع أراضيهم ولبيع ممتلكاتهم، وإلا ما الذي يدعو محافظ الموصل بدل ما أن يقول ينبغي أن ننظم معاملات واستمارات التعويض للأهالي ونرفعها إلى بغداد، ما الذي يدعوه أن يطالب هؤلاء السكان الذين هدمت منازلهم ببيعها؟ إذن القضية هي قضية ممنهجة تتمثل في الحكومة ومنشياتها وبمشروع كبير يقضي على تهجير أكثر عدد ممكن من أهالي الموصل ومن سنة العراق من أجل استحلال أقوام ليسوا هم أصلا من العرب، من الإيرانيين، من أجل إسكانهم في هذه المناطق، وعملية شراء المنازل والأراضي هي التي تحدد. في اللحظة نقولها بصراحة أن أهالي الموصل صامدون، وهناك حقيقة ضغط من الميليشيات، لكن هناك نسبة بسيطة من عملية بيع الأراضي. نعم سيد عبد القادر، هذا حقيقة يدعونا إلى أن هناك تصميما شعبيا على إفشال هذا المشروع، والذي سيفشل بعون الله ما دام هناك إرادة وتحمل للأعباء والقضية وقضية الوقت. نعم سيد عبد القادر الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.